هذا يقول إذا صليت العشاء وانصرفت وصليت التهجد مع الإمام حتى انصرف، فهل يكتب لي قيام ليل؟ يكتب لك بقدر ما صليت، يكتب لك بقدر ما صليت، يكتب لك بعض قيام ليلة، ما يكتب لك قيام ليلة إلا إذا صليت، إذا صليت التراويح وصليت التهجد يكتب لك قيام ليلة. أما إذا صليت التهجد فقط وتركت التراويح، أو صليت التراويح وتركت التهجد، يكتب لك بعض قيام ليلة.